فين بشمت يا؟ يعني ايه؟ اللي عادت شايف ولعته؟ فين البرشام بتاعي؟ فين البرشام بتاعي يا بطريق؟ ما قلت لك معرفش. يعني ايه ما تعرفيش؟ يعني ايه؟ انا عايزه في الدرج يلعب لي معاك الصبح. راح فين؟ راح فين؟ يا راجل بطل يا راجل، انت ما بقتش تعرف تصل دورك من غيره. وانت مالي عليك اصل طولي ولا ما بصلش طولي؟ بتخافي عليا قوي؟ انت اللي خدت البرشام يا بدرية، انت مخبياه. انت مخبياه البرشام يا بدرية. موتكي صوتك. العيال هيصحوا يعرفوا ان ابوهم بقى مدمن. مدمن مدمن. انا دلوقتي الفجر. هات البرشام. خد القطعه بتاعتك اما تشوف اخرتها مع الضفت ده ايه. ساره الحسيني، ايه رايك؟ والله العظيم انت غريب قوي يا احمد. والله يا اخويا كلنا اغرب من بعض، واحتمال يا ابو حميد عشان كده ناجحين. لا ننجح في الشغل دي حاجه، لكن بقى موضوع العلاقات الاجتماعيه والتربطات الدبلوماسيه اللي انت بتعملها دي حاجه تانية خالص. ما يفرقوش عن بعض يا ابو حميد، ما يفرقوش كتير. شايف السبحه دي؟ مالها؟ الخيط اللي فيها هو العلاقات والتربطات اللي انت بتتكلم عليها، وكل حبايه من الحبات دي مشروع من مشاريعنا. لو اتقطع الخيط تتفرط السبحه. يا سلام عليك. بس بيني وبينك البت شديده قوي. هتعب عليك يا واد، دي هتبقى مرات اخوك. اه لا معاك حق فعلا. طب ايه انت كلمتها ولا ايه؟ لسه. لسه؟ ولما هو لسه ايه اللي مخليك مطمن قوي كده انها هتوافق؟ تاريخها. تاريخها وليه؟ هو تاريخها مكتوب فيه انها توافق تتجوز فتحي؟ لا مش بالظبط كده. امال ايه يعني؟ ابوها او باباها زي ما هي بتقول يعني بيشتغل محامي تعويضات وضرائب. بدأوا حياتهم في مساكن زينهم فجأة كده وبدون أي إنذار اتنقلوا لحي الزمالك. هي بقت خريجة جامعة أمريكية بزنس، أخوها راكب عربية أحدث موديل. كل اللي أنت قلته ده ملوش علاقة بفتحي. برافو عليك. بس له علاقة بعيلة عندها طموح، وممكن عشان طموحها وتطلعاتها تعمل أي حاجة بما إن في مقابل. تقوم توافق تتجوز فتحي يا أحمد. بزنس از بزنس. طب ما تتجوزها أنت. ما أنت كمان محتاج تتجوز عشان ما تتسجنش. يعني جوازة بيزنس برضو. والله عندك حق، بس أخوك فتحي أولى، وبعدين ما تقلقش عليا، أنا لما أحب أتجوز هقضي نفسي. سارة. أفندم يا دكتور. سامع الجدية والطعامة هلا في العمل؟ تعالي لي لو سمحت. أوكي يا حبيبي. وبعدين ما تنساش حاجة، هي شغالة عندنا بشروطنا إحنا، ما كانتش محجبة، قلنا لها اتحجبي اتحجبت عشان كده خدت فلوس كتير قوي. تاني يوم يا معلم جت ما فيش على وشها نقطة مكياج، كل شيء بمقابل. اتكل على الله عشان هي جايه دلوقتي. ايه ده اتكل على الله؟ اتكل على الله ازاي يعني؟ ما تخليني قاعد يمكن اتعلم منك حاجه. يا جدع انت ليك النتيجه، مالكش دعوه بالتفاصيل.